لنقاش تفاصيل القرار الأمريكي لبناء الجدار مع المكسيك، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المشاهدين. كيف تفسرون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحالة الطوارئ وتمسكه بهذا القرار؟ هو الحقيقة تكتيك في رأيي ساذج ومكشوف، ويتم يعني الهجوم أو الانسحاب للأمام. هو هزم في معركة مع نانسي بيلوسي، معركة الميزانية، ولازم يرد على هذا ويأخذ ثأره فيدخل في معركة أخرى في الغالب هيفشل فيها، قد يمر منها، لكن هو يعني لازم لا ينسى أن مجلس النواب طبعا الأغلبية ضده، في 50 ولاية أقل من نصفهم تقريبا يحكمها حاكم ديمقراطي يعني من الحزب الديمقراطي، فدول هيتكتلوا عليه. وبدأنا نسمع عن 16 أو 17 قضية من بيتزعمها طبعا كاليفورنيا اللي هي الأكبر والأغنى والأكثر ليبرالية يعني. ما مدى تأثير هذه الحركات الاحتجاجية المعارضة لقرار ترامب؟ نعم، الحركات الاحتجاجية والله أنا مع أني بقالي عقود أعيش في أمريكا، لكن أول مرة أشعر أني أعيش في البلاد العربية مرة أخرى، حيث الحكومة في وادي والشعب في وادي. الشعب الأمريكي حاليا معبأ تعبئة يعني كبيرة، لأن هذا الرجل صنع أعداء كثيرين، أعداء من الداخل من الحكومة يعني، وأعداء طبعا من بين الشعب نفسه. الأقليات كلها طبعا منحازة ضده، لأن هو من أول يوم وأظهر عنصريته، الجالية اللاتينية بالذات وهي تزيد عن يمكن 16 17 مليون، إلى جانب الموجودين في أمريكا بطريقة غير شرعية يعني 10 مليون آخرين، كلهم بيتربصوا به، إلى جانب طبعا الحركة البيئية، كل منظمات العمل البيئي في أمريكا ضد هذا السور الذي بنحلم به، سور المكسيك العظيم ده، لأنه طبعا هيدمر كثير جدا من المحميات والبيئة الطبيعية، لأنه يعني شيء ضخم جدا، احنا بنتكلم على مئات بل قد تصل إلى آلاف الأميال. كل هذه أرض هتنزع وقضايا هندخل في محاكم مع مواطنين ومع مدن ومع مقاطعات. يعني هذا الرجل الحقيقة بيغامر بأشياء كثيرة، وأنا أعتقد أنه يعني يضيع وقت يعني أمريكا كلها بهذا التصرف. دكتور، هل تتوقعون أن تؤثر مثل هذه الحركات الاحتجاجية المعارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانها أن تؤثر على مدى إمكانية ترشحه لولاية أخرى؟ والله هذا الرجل طبعا هيصر على، إلا إذا كان يخرج بتهمة جنائية يعني من المحقق الفيدرالي، لكن هذا هو طبعا هيصر أنه يدخل، لكن هو يعني في خلال السنتين الماضيتين هو الحقيقه يعني ضرب بسهام كثيره وفقد شعبيه كبيره عند كثير، لكن مش على القاعده اللي هو ال 35% من الشعب الامريكي اللي هو اعتمد عليهم طوال هذه المده، اللي هم بالذات قليلي التعليم البيض المهمشين الى حد كبير بعد ما دخلنا في عصر الانترنت والالكترونيات وخلافه، دول فقدوا اعمالهم في المصانع اللي هي البسيطه اللي انتقلت طبعا الى بلاد العالم زي الصين والهند والمكسيك وخلافه. بالعودة إلى هذه الشعارات التي رفعها المحتجون وعلى غرار أنصار البيئة، كان هنالك شعارات مؤيدة للهجرة والمهاجرين أيضا، كيف تقرؤون هذا التحول في الشارع الأمريكي؟ الشعب الأمريكي كله يعرف أن أمريكا بلد مهاجرين، هذه هي المعادلة التي جعلت من أمريكا هذا العملاق الكبير، انها بتنتقي وترحب بكل اللي احنا بنسميهم
الكريمة أو الصفوة من كل أنحاء العالم وبتختار، وهذا هي قوة أمريكا اللي بتجعلها في كل المجالات والحقول وخلافه هي أقوى بلد في العالم. فالأمريكي العادي يعلم أنه يعني بيستغرب أن هذا الرجل الآن يحاول يغير القواعد الأساسية للتركيبة الأمريكية، إلى جانب أنه بيكذب. هو طبعا بيكذب باستمرار، لكنه كذبه اليوم بالإحصائيات الزائفة اللي في نفس اليوم بتكذب، لأنه يعني بيتكلم على أن كميات المخدرات اللي بتدخل يعني كبيرة جدا من المكسيك، ويثبت العكس، وأن أعدادها من خلال الحدود كثيرة جدا، مع أن لا، أعدادها من خلال البوابات الحكومية، مش من الحدود يعني الغابات والجبال والأنهار، لا. وهكذا يعني هو بيكذب باستمرار وبيكذب برضه من الصحافة. هو عدو الإعلام، هو قال إن الإعلام هو عدو أمريكا. شكرا جزيلا لك رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية دكتور صفي الدين حامد، كنت معنا عبر الهاتف.